في أجواء ملؤها المحبة والتلاحم والتضامن، عايد الطاقم الطبي المناوب بمصلحة طب الأطفال بمستشفى بيطراليا الأطفال المرضى الذين لم يسعفهم الحظ قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك مع ذويهم. عندي شهرين وأنا هنا وأنا مريضة، بصح كما كانت حالتي الأولى وضربك الحمد لله أطباء هنا قاعملة الحمد لله استقبلوني ما شاء الله أحسن الأطباء من الكبير للصغير ما شاء الله عليهم. نتمنى نكون مليحة ونريح ونخرج هنا ونروح لدارنا. ويضمن الفريق المناوب طيلة أيام العيد التكفل بهؤلاء المرضى للتخفيف من معاناتهم ولو قليلا، خاصة بعد رقمنة الفحوصات الطبية. كاين اللي يخرجوا الحمد لله براو، وكاين اللي مدينا لهم تسريح بعض الايام يستعفوا في الدار يعيدوا مع العائله ابخي يعاودوا يدخلوا، وكاين البعض اللي الله غالب يلزم العلاج يستمر في هذه الايام، ورانا فرحانين كي رانا معاهم. العائله الثانيه راهم شابين الله يبارك، نتمنوا لهم الصحه والعافيه ان شاء الله. تقاسم فرحة العيد مع هؤلاء الأطفال سينسيهم حتما المرض ويزرع فيهم الإرادة القوية لمجابهة أوجاعهم.